أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن عدوهم، وانصر بلدهم. مبتدا 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 يا الله يا محمد يا علي يا من ينصرنا. لا يزال الكلام في المطالب المنطقية، مطالب منطقية مهمة جدا. وصلنا إلى شرائط التعريف. قلنا سابقا التعريف لابد أن يكون خاليا من عدة أمور، من ضمن هذه الأمور هو الدور. فلذلك لابد أن نعرف ما هو معنى الدور. الدور من الأمور المستحيلة. ليش من الأمور المستحيلة؟ لأنها تستلزم توقف الشيء على نفسه، توقف الشيء على نفسه. زين، بمعنى أن يكون الشيء الواحد متقدم ومتأخر في آن واحد. خلنا نأخذ مثال حتى نشوف الدور ومقدماته ونتائجه. نكتب هاي المقدمات. المقدمة الأولى: شخص يريد أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن، جاي يناقش ملحدين ما يعترفون بوجود الله، يقولون ليس هناك الله سبحانه وتعالى، يقولون الله ما موجود. زين، فراح يجيب لهم آيات قرآنية ويثبت وجود الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآيات القرآنية. واضح؟ فالمقدمة الأولى من مقدمات الدور شو تقول؟ شو تقول المقدمة الأولى؟ وجود الله يتوقف على القرآن، يعني إثبات وجود الله يتوقف على اليمن على القرآن. واضح؟ زين، هم بنفس الوقت راح يناقشون يقولوا له إحنا لم يثبت عندنا وجود الله، فشون يثبت وجود كلامه؟ فشي يجيبوا له مقدمة قالوا له هو الله ما ثابت عندنا، شلون ثبت لنا الله بالقرآن؟ شنو المقدمة الثانية راح يجيبونها؟ يقولوا له إثبات وجود القرآن يتوقف على، اكتبها المقدمة الثانية، إثبات وجود الله يتوقف على ثبوت القرآن. يعني أنت ثبت لنا وجود المتكلم اللي هو الله، بعدين ثبت أنه هذا كلامه. هاي مقدمتين. شو تصير النتيجة؟ شوف النتيجة. إثبات وجود الله يتوقف على وجود الله. احذف لي المقدمتين، ارجع لهن. احذف لي القرآن من المقدمتين، شو قاعدك؟ إثبات وجود الله يتوقف على وجود الله، على إثبات وجود الله. توقف الشيء على نفسه أو لا؟ واضح لا مو واضح؟ هاي مقدمتين نتيجة. هذه يسمونه الدور، هذه يسمونه الدور المحال. والدور المحال يكون مستحيلا. ليش؟ لأن أصبح الشيء متقدما على نفسه ومتأخرا عن نفسه. وهذا اللي يتقدم على نفسه ويتأخر عن نفسه، يعني متقدم وليس بمتقدم، متأخر وليس بمتأخر، هذا يلزم من التناقض. واضح الكلام بالدور؟ والحمد لله رب العالمين.